كشفت يا مولاي عقيدة الظالم بفكرتي وبرهانك القائم إن كنت الحماي لدينك الدائم وكنت هواي من علمك اللاطن كشفت يا مولاي عقيدة الظالم بالفكرة والرأي برهانك القائم إذ كنت الحمار لدينك الدائم وكنت هواي من علمك اللاطن من علمك اللاطن كشفت يا مولاي عقيدة الظالم الفكرة والرأي برهانك القائم إذ كنت الحماي لدينك الدائم وكنت الرواي من علمك اللاطن هداية العهد لكي تكشف المستور لحكم من توج نفسه ولي الجو لنفسك الأبية لا تبتغي القصور لكنما أنت هنا لتفضح الفجور وداية العهد لك لتكشف المستور بحكم من توج نفسه ولي الجو لنفسك الأبية أتبتغي القصور لكنما أنت هنا لتفضح الفجور لكنما أنت هنا لتفضح الفجور كشفت يا مولاي عقيدة الظالم بالفكرة والرأي برهانك القائم إذ كنت الحماي لدينك الدائم وكنت الرواي من علمك اللاطن هداية العهد لك لتكشف المستور بحكم من توج نفسه ولي الجو لنفسك الأبية أتبتغي القصور لكنما أنت هنا لتفضح لكنما أنت ما تفضح فهو من السلالة ومعدن الرسالة
وبروحي الجلالة أدين كل منكر وهو ربيب القرآن يا أمتمي لقبلة العالى لطغيان وهو الولي الأطهار أسري صرح الإجراء قصري صرح الإجراء أعلن حرب الإعلى ناظر فيه الأعلى بعلمه الموقر يدعي بعارف وأنه لفاهم يأتي فخر فاطم يرديه علم حيدر يأتيه فخر فاطم يرديه علم حيدر يغرق من يأتي يخوض في بحر يظن أنه السابق فكرة فكيف لا يدري أنها القدرة هي التي تعطي أن يحفظوا سره يغرق ميتي يخوض في بحر يظن أنه السابق فكرة فكيف لا يدري أنها القدرة هي التي تعطي يحفظ سرا هي التي تعطي يحفظ سرا هو من السلالة ومعدن الرسالة ومن وحي الجلالة ودين كل منكر هو ربيب القرآن لا ينتمي لخلان كلا ولا لطغيان وهو الولي الأطهر من قصر صرح الإجرام أعلن حرب الإعلام نظر فيه الأعلام بعلمه الموقر من يدعي بعالم وأنه لفاهم يأتي فخر فاطم يرديه علم حيدر يأتي فخر فاطم يرديه علم يغرق من يأتي يخوض في بحر يظن أنه السابق فكرة فكيف لا يدري أنها القدرة هي التي تعطي يحفظ سره يغرق من يأتي يخوض في بحر يظن أنه السابق فكرة فكيف لا يدري أنها القدرة هي التي تعطي يحفظ سره هي التي تعطي يخوض في بحر أنه سابق فكرة كيف لا الأربعين ويدمنك الكرة.